وخاصة الوالدين اللي كيكون عندهم جوج وليدات ثلاثة وليدات أربعة وليدات يستحيل أن ولي خدام هذه اللي كاينة حنا كنطالبوا بأنها تحسن من الجودة ديال التدريس عندهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أننا حنا هذه المدرسة عندنا معها واحد التعاقد ديال التدريس في الأقسام. دابا الظروف تبدلات نتيجة لهذا الأمر هذا، يعني حنا كنطالبوا بأن نراجعوا هذه المسألة ديال التعاقد. بل أكثر من ذلك، يعني على مستوى ملي كنتكلموا على وسائل التدريس، حنا في الأسبوع الأول من عمر هذا الحجر الصحي قلنا لا ضير أن تكون واحد اللحظة ديال الارتباك، علما بأن الواتساب ما عمره ما كان وسيلة ديال التدريس أبدا، بل الهاتف بحد ذاته بالنسبة للوليدات هو آلة مدمرة، آلة لا تربوية الهاتف بحد ذاته. ولكن قلنا ما كاين باس في انتظار انهم الناس يعني تاخذ نفس. هذا حدث حلقة ارتباك لنا جميع، كان من المفروض انه الاسبوع الاول الاسبوع الثاني تكون المؤسسه قفزات لواحد المستوى، حتى على مستوى يعني حتى على مستوى في الاسبوع الاول كان على الاقل كان خاصهم يعملوا خططات ديال الدرس، استعمال زمني واضح تحترم الشروط اللي توافقت عليها او اللي سطراتها الوزاره. فاذا بنا تلقوا بان الزمن ديال الارتجاليه تيطوال. انا غادي نرجع بكم لواحد النقاش هو الاول. حنا كنا كنقولوا بان هذه المؤسسه هي ايقونه زينات هذا الحي اللي حنا تسناه وختارينا نسكنوا فيه، ولا زلنا نرى بان هذه المؤسسه كذلك، ولا زال الرهان ديالنا قائما على على العقل الحكيم داخل هذه المؤسسه انه يعتبر هذه الدعوه بالنسبه منا بان دعوة لمد جسور التواصل، وأننا نحضر كجسم يمثل آباء وأولياء التلاميذ. هاد الآباء وأولياء التلاميذ خاصهم يكونوا شركاء في صناعة الرؤية التربوية، خاص يتم التشاور معهم في جميع المراحل، خاص يتم الاستماع للهموم ديالهم. علاش؟ ماشي على قبل مصلحة وليداتنا، في ذلك مصلحة وليداتنا، ولكن في هذا مصلحة المؤسسة، لأن المؤسسة اللي تسامعت للآباء ماشي على نحو فردي لا على نحو جماعي لا استمعت لنا، غادي ما ممكن الا نكونوا يد في يد من اجل اننا نصنعوا الافضل لهذه المؤسسه. المساله الثانيه اللي طرحتي هي مساله التعاقد. تنعرفوا بانه يعني العقد ما بين طرفين هو هذا العقد محكوم بايات، محكوم بالتزامات، وفائي بالالتزام هو يبقي هذا العقد قائما. اختلال العلاقه التعاقديه تجعل هذا العقد قابل للمراجعه. مجموعه من المؤسسات كانت في مستوى الحدث وعبرت على حس وطني كبير، وهي مشكورة على هذا الأمر. فتنتمناو أيضا أن هذه المؤسسة تكون في مستوى الانتظارات ديال الآباء، وأنها تواصل المسيرة، وحنا معاها حنا معاها نواصل مع مسيرة البناء، لأن قد ما كانت هي أفضل مستقبل وليداتنا غادي يكون أحسن. وتنتمناو هكا نكونوا متضامنين أنا تراعي الظروف ديال الوالدين. كاين الوالدين اللي دابا فقدوا العمل ديالهم مع هذه الجائحة ديال كورونا، فقدوا العمل ديالهم باش غيخلصوا. كاين سميتو آباء اللي السالير ديالهم يمكن لا تقصهم على النص باش غيخلص. دونك عوض ما أن تفتح باب الحوار النقاش مع هاد الناس هادو، لا كنسد باب الحوار. حنا ما قلناش لهم أنه لا يدير كري ولادنا فابور، حنا راه تخلصنا عندنا العام كامل. ولكن حنا الا بغينا الى فهاد الجائحه الوقت ديال الجائحه، حنا بغينا غير مراجعه ديال الكلاس ديال وليداتنا. كاين الناس اللي دابا اللي فقدوا العمل ديالهم باش يخلص. فايت باسمكم الاساتذه، من هذا الباب هذا كنشكروا الاساتذه، كنشكروا الاساتذه على المجهود اللي كيبذلوا، وممكن نديروا كندينوا استعمال ديال المؤسسه للاساتذه كسلاح مع بانهم باش يواجهونا. حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الاساتذه، بالعكس حنا كنرفعوا عليهم القبعه وكنشكروهم على هذا الباب هذا، كنشكروهم على المجهود المضاعف اللي كيبذلوا في هذه الجائحه. هذه النقطه اللي ذكرتي هي مساله استعمال الاساتذه كسلاح، لان حنا كندينوا وكنرفضوا انه الاداره تدفع الاساتذه باش تصيفط يفيطوا الاساتذه رساله نصيه بالعربي والفرنسي في المجموعات الدراسيه ديال التلاميذ. هذه الرساله هذه فيها نبره تحذيريه، نبره تهديد،
وهذا الشيء كان عنده اثر سلبي بالنسبه للتلاميذ اللي قدروا يقراوا الرساله ويفهموا المضامين ديالها. هذا الشيء حنا نطلبوا التواصل مع المنتدى، وفتحنا الابواب بصفه رسميه، وصفتنا طلبات مكتوبه، طلبات عبر الواتساب، طلبات عبر الميل، باش على الحوار. الوغ هما المؤسسه كرد منهم قحموا التلاميذ والابناء ديالنا في هذا الحوار على طريق، وجعلوا وداروا واحد الطريقه اللي هي شويه ما غير عقلانيه. خلوا الاساتذه باش هما ما يواجهوش الاباء ويحاوروهم، خلوا الاساتذه اللي يحطوا الوجوه ديالهم امام الاباء. خلينا نذكروا بالخطوات اللي خدينا يعني الان ابتداء من 10 ابريل بدا التفاعل ما بين مجموعه من الاباء اللي تجمعهم روابط اما صداقه ولا جوره، من اجل تشكيل واحد المجموعه افتراضيه اللي تتناقش سوء تدبير المؤسسه البيداغوجي والتربوي للتعليم عن بعد. بالفعل مع بداية المناقشات والمباحثات اللي طرات ما بين الآباء وأمهات التلاميذ، اللي وقع حقيقة هو أنه قالوا هاد الناس حنا راه خاص شكون اللي يمثلنا. لقينا بأن جمعية آباء وأولياء التلاميذ المكتب ديالها واش كاين واش ما كاينش، واش كاينة على الورق أو لا ما كايناش كاع. هذه أسئلة تبقى عندنا حنا بالنسبة لنا أسئلة مشروعة وقائمة، ولكن كيف ما بغى يكون الحال لقينا باننا احنا مغيبين كراي جماعي. فاللي عملنا هو انه تشكلات واحد اللجينه من داخل هذه المجموعه الافتراضيه. هذه اللجينه صاغت واحد وثيقه المطالب وطالبت بالحوار. بالفعل تواصلنا بالناس في الاداره وجينا عندهم في الموعد مكبرين بهم وتنتسناو انهم يستقبلونا بايادي مفتوحه من اجل اننا نلقاو مخارج ترضي جميع الاطراف، اولا على المستوى التربوي ثم على المستوى المادي. اللي تلقاو وهاد الناس هادو راهم شاهدين على هاد الامر كاملين، اللي تلقاو بان المؤسسه ما استقبلتناش تحت مبررات ما كانتش هي هذيك، وهادشي راه واضح في البلاغ اللي عملنا. تعبيرا منا على حسن النيه جينا عاوتاني مره اخرى ورسلنا عبر الواتساب المطالب ديالنا لمن الاطر التربويه، تنتظروا من هاد الناس هادو انهم يتجاوبوا معنا. ابدا تندقوا حتى شي واحد ما كاين في الدار. اكثر من ذلك صغنا رساله اخرى وصيفطناها عبر البريد الالكتروني. غايه ما نامله من هاد الناس هما انهم يفتحوا قنوات الحوار، يتواصلوا معنا كجسم فاعل في صناعه القرار التربوي داخل المؤسسه. احنا ما بغيناش نكونوا مجرد جيب تيخلص في نهايه الشهر، احنا بغينا نتشافوا باننا بالفعل جسم تربوي، جزء من هذا الجسم التربوي، جزء من القرار التربوي. الرد اللي كان هو اننا لحد الساعه ما 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 حملات لغة التهديد وفي حجرات افتراضية. دابا الوليد اللي تيقرا داخل الحجرة الافتراضية وتيشوف هاد لغة التهديد، كيفاش غادي تكون علاقته مع هاد الأستاذ؟ ثم نتساءل علاش تم إقحام الأستاذ في هاد العملية؟ واش وظيفة الأستاذ هو التهديد ولا وظيفة الأستاذ هو تقديم مادة تربوية؟ دابا حنا أمام حجر صحي اللي عنده تداعيات نفسية، وأمام تصرفات اللي هي ماشي صحيحة، اللي عندها تداعيات نفسيه اخطر. وحنا اللي لحد الساعه حنا اللي كنترجاو هو اننا باقيين كنتاملوا خير ان المؤسسه تفتح هذا الباب ديال الحوار ولقى واحد الحل اللي يرضي جميع الاطراف، يرضي المؤسسه كشريك ويرضي كذلك الاباء كشريك في هذه العمليه ديال التعلم. حنا لحد الساعه كنطالبوا يعني بالحد الادنى. الحد الادنى هو المساله ديال ان الوسيله البيداغوجيه ديال التعليم انها تحسن،
المساله الثانيه هو ان المساله ديال الاداء ديال الواجب الشهري تعاد المراجعه ديالو نتيجه لهاد الظروف هذه اللي كيمر منها الجميع. وبالتالي كنتمناو ان المؤسسه ترفع من المستوى وانها تكون عند الحس حسن الظن ديال الاولياء ديال التلاميذ، لاننا فعلا ثقنا فيها وحطينا لها وليداتنا، يعني ثقنا فيها من البدايه وحطينا فيها وليداتنا. كنتمناو ان في هذه اللحظه هذه وفي الظرفيه الحرجه اللي كيمر منها العالم كامل انها تكون حتى هي قد الحادث وتكون في المستوى وتنزل عند الرغبات ديال الوالدين. كنعرفوا هذا الامر هذا بانه راه ماشي شي حاجه اللي هي مستحيله، كاين مجموعه ديال المدارس اللي قاموا بهذه الخطوات هذه بشكل تلقائي، يعني بدون ضغط بدون تدخل من الاباء، لان هذا هو واحد شي حاجه اللي هي مستحقه، ماشي من المدرسه ولا انها كتقدم واحد يعني شي حاجه اللي هي زعما غير مستحقه للوالدين. هذه شي حاجه اللي هي عاديه جدا، وبالتالي احنا مازال كنتاملوا الخير في ان باب الحوار يتفتح ونلقاو حلول ان شاء الله سبحانه وتعالى اللي تكون كترضي جميع الاطراف، وهذا الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله تعالى. مع هذا المنبر هذا واحد المساله كنوجه واحد التحيه للطاقم التربوي اللي هو الاساتذه والاستاذات على يعني الجهود ديالهم، يعني تبقى اشاره ليها مثلا عاد ناكدوا عليها انه الطلب ديالنا ولا الخلاف اللي كان الخلاف البسيط عندنا هو مع اداره المؤسسه، مع اصحاب المؤسسه تنطلبوا بهم حوار مباشر. اما الطاقم التربوي مشكورين، راهم تيديروا في جهدهم، والواتساب اللي هو اعتمدوا عليه كطريقه التعليم عرفنا انهم مرفوض مرغمين عليهم النظر لما فيه انه وسيله سهله وسهله في الاستعمال، ولكن السلبيات ديالو اخطر. حنا اللي تنقولوا بانه يعني لانجاح التعليم عن بعد ضروري ما تكون هناك وسائط بيداغوجيه خاصه توفر للاستاذ. يعني ملي تنقولوا الوسائط البيداغوجيه تنتكلموا على مادام الاستاذ هو تيعيش ظرف الحجر الصحي، خاصو سبوره التواصل، خاصو اقلام ديال التواصل، خاصو آلة ديال التصوير اللي تكون في المستوى، خاص مواكبه ديال الاستاذ مع قسم الاعلاميات اللي سهل ليه العمليه، خاصو انترنت تكون قويه في الدار، لانه باش الاستاذ هو ما مخلصش او لا مخلص يلاه حتى والله يكون في حسن العوان. الله يكون في حسن العوان. راه حنا معنا من بين الاباء والتلاميذ معنا كثير من الاباء هما تنتميو للجسم التعليمي والتربوي، فالله يكون في حسن العوان. ناهيك على انه ما نستانش مع هذه الوسائط اللي تنتكلموا عليها. تنشوفوا اساتذه، كاينين بعض الاساتذه اللي انا تنعرفهم شخصيا تيضل النهار كامل مسكين هو في الواتساب، النهار كامل غادي يخرج على راسو ويخرج على هذوك الوليدات اللي اذا هناك وسائل اخرى. حنا تنسائلوا يعني وزاره التربيه الوطنيه يعني وضعات راه اشاره الجميع التطبيق ديال تيمز، علاش ما تمش اللجوء ليه؟ هذا هو السؤال. بل اكثر من ذلك يعني كاين هناك اساليب يعني ابسط، علاش ما يسجلوش الدرس ويصيفطوه للوليدات فيديو يشوف هذاك الدرس في ساعه ولا في ساعه الا ربع وسال الموضوع ويتناقش. حنا تنتكلموا على ان اي درس خاصو خطاطه زمنيه واستعمال زمن، يعني الامر بسيط جدا. انا اللي تنقول مع صراحه من خلال هذا المنبر هو ان نعم قد نحتاج للاستثمار في المجال ديال التعليم الخصوصي المال، ولكن نحتاج الى جانب المال الكثير من الرأسمال الاخلاقي، نحتاج الى جانب المال الكثير من الرؤية والبصيرة والحكمة البيداغوجية. احنا قلنا بان التعليم الخصوصي هو جا باش يصحح اختلالات المدرسة العمومية، فاذا بينا احنا ابناء المدرسة العمومية تلقوا بان المستوى ديال الكثير منا كان احسن من المستوى ديال الابناء ديالو. احنا هذه الضريبة اللي تنأديو من اجل اننا نعلموا اولادنا ويكونوا افضل ويكونوا ارقى، من اجل انهم يكونوا مواطنين صالحين، تنجنبوهم الكثير من اكراهات المدرسه العموميه، بغيناهم يكونوا افضل، وتنصيفطوهم للمدرسه الخصوصيه بزز علينا، لاننا تنحسوا وكان واحد غادي يقرا في المدرسه الخصوصيه ومرغم انه يقرا في المدرسه الخصوصيه، واخر ايضا مرغم انه يقرا في المدرسه العموميه. يعني احنا تنقولوا بان هذا العالم اللي ممكن نقطعه هنا.